وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب ورئيس اللجنة الرياضية القطرية العليا، وباسم دولة قطر شعبا وحكومة، يسرني أن أرحب بالأخ المسلم بالبطل العالمي محمد علي في رحلة عشر دولات. إنني أكرر التحية والشكر مرة أخرى للبطل محمد علي ولإخوانه المرافقين. الجولة الرابعة، راوند فور. Again, I want to thank all of you for coming, and I've enjoyed my stay, and I'm going to go back and tell all of the Muslims in America how many brothers they have all throughout the world, and also show them my films and pictures of how I was received here. Thank you. أخيراً لآخراً أشكركم وسوف أنقل مشاعركم والصور التي أخذتها هنا في بلدكم إلى إخوانكم المسلمين في الولايات المتحدة حتى يعرفوا أن لهم إخوانا في كل مكان. السلام عليكم. انتهت المباراة وتحددت المراكز الثلاثة الأولى في الدورة.
أكده النقاد في كل مكان. الافتتاح الكبير بدأت مباريات كأس الخليج في دورته الرابعة. تخلل المباريات حماس كبير، ولكن الروح الرياضية سادت الملعب. كان لوسائل الإعلام الحديثة الفضل الكبير في وصول الصوت والصورة إلى خارج قطر. التلفزيون ينقل المباريات مباشرة، والمحطة الأرضية في قطر تنقلها إلى الأقمار الصناعية. تنقل المباريات حية وفي نفس اللحظة. المعلقون الرياضيون من قطر والدول المشتركة في الدورة، ومعلقون آخرون مشهورون في دنيا الرياضة، اشتركوا جميعا في النقل والتعليق. الصحافة الخليجية والعربية والعالمية كانوا يتصلون بصحفهم تلفونيا أو بواسطة التليكس. Thank you.
السيدات والسادة، مرحبا بكم في الدوحة عاصمة الرياضة والرياضيين في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 15 الدوحة 2006. Ladies and gentlemen, to light the cauldron for the 15th Asian Games, Doha 2006, Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, captain of the Qatar Equestrian Endurance Team. أيها السيدات والسادة، لإيقاظ مرجل الشعلة الكبيرة للألعاب الآسيوية 15 الدوحة 2006، إليكم الفارس محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، قائد الفريق القطري لسباق القدرة.
the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Take it in your hands. His Excellency Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani for a few words, please. Your Excellency. President Blatter, members of the Executive Committee, and FIFA, thank you for believing in change. Thank you for believing in expanding the game. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.